يصطف هؤلاء المواطنين هنا ليس لانتظار قدوم طبيب خاص، وإنما فقط للظفر بكيس حليب. مواطنون ينتظرون موزع الحليب مباشرة بعد صلاة الفجر. الشعب هو هنا راه يتسنى في الحليب، والكمية اللي راه تجي راه تجي قليلة، ويجي الوطار، وحنا راه نطلبوا من السلطات تزيد شوية، تزيد لنا الكمية، وسيرتو في هذا رمضان الناس راه تسحق الحليب. ناقص بزاف، هو كي راه يتقسم يتقسم نورمال، يتقسم مليح، بصح حنا عندنا ناقص هنا ياسر. كامي هذا ما يلحقنا خاطر الثمانية، خاطر يلحقنا على السبعة ونص، خاطر ما عنده حتى توقيت. دوك العائلات راك تشوف فيهم، العائلات راك تشوف فيهم مساكنهم هاو. الشعب هذا مسكين كاين اللي مش يصلي الفجر، كاين اللي مش يصلي الفجر يجي هنا يدير الله شاف. لا الشعب راه طايب ابن عم، عاونوه بالحليب يكون هنا ياسر، هانجي بكرة ونوضع مستني حتى تلقس لي الحق، وقليل الحليب ما يزيش العالم. طوابير ألف مشاهدتها بفعل قلة كميات حليب الأكياس المدعمة. ولاية كاملة كما هذه يجيبوا لها أربع كميات كبار ولا خمسة وما يزوش، نطلبوا يزيدونا كميات الحليب، يجيبوا لنا الحليب. الحليب المدعم راه ما كانش، راه غير كونديا، والكونديا كان اللي ما عندهاش باش يشري كونديا. الزيت ما كانش، السميد ما كانش، احنا ما عرفناش كاع الحية دوك راه سارية. نطلبوا من الدولة توفر لنا هذا الصوالح للشعب. راك شوف دوك اللي يصلي كاع، احنا في البلاصة راه لقينا واحدين دوك هنا يصلوا في البلاصة. هذا العزمة احنا ما عرفناش دوك لا كاع منين هذه العزمة اللي راها خارقة. وعاد لنا يسربوه بالنظام بالرفدة بالوحدة باش كاع الناس تدي التغطية باش الحليب كاع يدوا لنا الغاشي. أيوة ما يكفيش الغال. قاطنو مدينة عام اليوم يشتكون حرمانه من أكثر المواد استهلاكا، فأضحى كيس حليب واحد لمن استيقظ مبكرا.